وحافشيلي مامول حمو وحكالا ويقولون وحيدان أجنبي بي وحص عيار ما وحوي مامول حمو يا فشلسي وحمد سياد اللهم نحرسن الأذق ودني أبوها أبنكي با حماضي عدالة الدخلي وبلطي أحدي يمحن كل هذا قرب كيل كي بدي بصور نقضي أولها ب أولاد قال لهم شر إلها كعك أولاد قال لهم بدي بصور نقضي تاس أيام بربوري سي وحاب بربوري إكزاكتلي دت كيس أو ماليات ودل كلها أيام نقضي دت يا ودل كودي دوبين هيو بربوري نيا حكم راجع بدي بكاس خير هيا هو هو التاس وهو هذا حكم راجو ودي بكتر هيا dalkeen wursada badan buulaha subada hoos oo kaliya waxa ku yaalay ilaa afar wursadood ba ku yaalay ta sankorta ta bariiska midda maxaa ku raadaa soo saarta qalabka wax lagu baxayo oo jamaa ba ku taalay mareeray iyo maxaa ku raadaa intaas waxa ku yaalay saddex wursadood oo aad u waaweyn ba ku yaalay sankortaas waxay gaadhaysay dhammaan dalka Soomaaliya haddaan dibadda loo iibgeeyin sometimes sigaarka saasoo kale tahay warsadii baastada waxa weeye waa garanaya Xuseen Afgooyaan iyo Xaajo laba nin loo yiraahdo loo soo toobaray waxaan u maleynayaa ahayd 72 iyo labadii Italiya tageen warsadaas inta la dhisin warsadii birta iyadana agteeda ahayd warsadii maxaa ku raadahay saliida oo soo saaraysa saliida iyaduna agteed ahay warsadii maxaa ku raadahay shidaalka dib u habaynta shidaalka airport-ka gadaashisa oo ay dhiseen Iraq bay ahayd dalku dal barwaaqo ah waxaa fashiliyay maamul xumo wax kale oo anuu dad baa waxay dhahaan ajnabi bay waxas ciyaar ma waxa weeye maamul xumo ayaa fashilisay وحمد سياد اللهم نحرسن الأذق ودني أبوها وحوي إدك صها هذا شو وحن آمسان هاي وحي أوقفتنين بلا آدم أو قوكرة أو متقن هاي وإنا أذقت لكن وقت يسيب على هذا وكر راقي راقي تاكاس أيا وحوكاري حوله إني دبعان rag badan oo mas'uuliyadda loo dhiibay oo wasiirro ahaaba waxay sameeyeen inay mataqaana hawlihii si aan sidii golaha kacaanku uu u diyaariyo aan ahayn kulkii xisbigu meesha soo galay ayaa arrintii isu bedeshay maamulkii maxaa ku dhahday gudaha ayuu ka dabcay amnigii baa xumaaday cadaalad darradii baa badatay أحدي يوم ما حنقول هذا قرب كيل كي بدي بصور نقضي أولها ب أولاد قال لهم شر إلها كعك أولاد قال لهم بدي بصور نقضي تاس أيام بربوري سي وحا بربوري إكزاكتلي دت كيس أو ماليات ودل كلها أيام نقضي دت يا ودل كودي دوبين هيو بربوري نيا هذا نيو حس دوبين يا نلاقى إذا كم إلي كريس سلاس ودل كبربوري ساس هاي كبلاوته إسماعيل ساس يكون بلاباتي إن محاك ولا تشبه هذا أبو رمان ساس يكون بلاباتي إن دد محاك ولا قريه هو ذا شوي أو دل كو ذا شوي أو أما سراكيلها أما شعبها أما أقويها نها أقويها بها الرجل وجوه الرجل دل كبحه أقويها بها إن ماكي بلابة محاك ولا هذا يا أسس لي أفن ماكي بلابة أقويها بها بحوي محاك ولا هذا وحوي ما أهين محاك عبد محمد أتقرر نسيت بكوتشر الرجل وجوه دريسناها يا كوشرها المحاكور هذا كوا بدل وكل نتاي باشرة وهو سكون نتاي تتكاسو إسكما بحين وحي أركان لبعطاء أين قادي كرين بكتبت ما ملكي بحوصة كحما دي أدقي لوو وينا دي وقتي يسينا وو دير هذا سلاس أيا بربوكا كانت كما حكومة حكومة راقا بني بكاسو خير هيا هو هو التاسو وهو هذا حكم راجو ولب كتر هيا واحد بالأب ميا فشل كيد كعب رقي سراكيشي سوق الطب براي ودك يا ولد شو جه يا ليس حين وعيو قاعد كود ودمر معه سعد الله يسبق هاي كلام بدنا نوتشري أقويهم كيف كمدا أساس بيا فعل بالعبي
أسلم باكو حكتي USCSBM جروبك أوكي صدح باكو شراكو دين أساسي أفيد وي مصنع عندنا أي حاجة دمان كون وي من دون أي صدح ديني كلي شراكو بي إيش شراي ورتم حكو يفشي سي نسيب دخل هذا هايسي وحاوي ما واجب أي وذليهين أو أي كم مدسين ودلكو ديني بدبادية أهان حبين السقامان نائمانين من أين الدعين وحاهد مدحا كوسن قلوا البسيدة لأي أسعوتي مثلا كل كان أنا ودلك سوقلين ومركا قدام ميساء وحاوي حمر بوق وكسعودا حنقول الدقال با حمر كسعودا وحاوي وحاي أهيد إن أنا نحلو عطاكولين إنتا كسعود بحيد قولا سوقود قلين لما أنت إن أنا نحن نتيم حوسا وذا حاجة أو سراكيلة سراكيل شيء اسمه إيمان وإحنا نام ونوسوين إن بس تقوله والبمد حكوا سب كل دقائقه سلاس أي أحد سبب تكانت إن جبهدي يقول يسون ويان أو أي دولة دي أي هدين أي دولة كم بدل ويان وحكانت أي تفرارقة يكل أرك تدوناشها يكل أبتشي دولكي جبهدو أي لهاين حقيقة بتسوي waxaan soo hadal qaadnay jabhada SSDF oo idii ku horreysay oo marka soo dafun baa ka horreysay laakiin SSDF markii dambe wuxuu bisibtay haafashii waa run ahaantii su'aashaas waxaan u dhihi lahaa iyaga ragga in la weydiiyo laakiin ani aragtideyda waxa weeye awood badan bay yeesheen maxaan ku leedahay ciidamo badan bay yeesheen dibka ugu weyn ee dhacay wuxuu ahaa maxaan ku xiritaankii Cabdullaahi Yuusuf la xiray dibka ugu weyn ee dhacay wuxuu ahaa balanbal iyo galdego kulkii la qabtay oo Itoobiya ku calankooda saarteen qoladan maxaan ku leeyahay Cabdullaahi Yuusuf la u diiday oo ka hor yimid ka bacdi la xiray aragtidaas ayaa waxay keentay maxaan ku leeyahay kol hadii madaxda jabhada kulka la xiro waa kala daadasho taas ayaa keentay inay maxaan ku leeyahay ay ay halgankiiba ka baxaan taas ayaa keentay in maxaa kula Soomaaliya xoog soo galaan kulka waxa weeye madaxdi Cabdullaahi Yuusuf ayaa xabsiga la dhigay rag badan oo kale meesha inta hawlaha Soomaaliyeen bayba ku dhinteen oo gudaha ayay ku dhinteen oo siyaabo kale gadisay lagu la sheego inay u dhinteen oo aan wanaagsanayn laakiin khilaaf dhexdooda aan ugu jiray dawladdi ay kulka ku tirsanaayeen iyo iyagiina khilaaf baa dhexmaray saasay SSDF dhibaatada gaadhisaa saaxay marka kulli iyaga taa kula fiican baa la siinay Liibiya iyo Ethiopia iyo way jirtaa laakiin waxba macno way ka waxa cid walba way ka awood badnaa laakiin waxa wixii oo dhan keenay khilaaf baa biibid kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.